ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور قحطان. إذا تظاهرات غاضبة من أداء الحكومة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهناك خلافات بين شركاء العملية السياسية على نتائج الانتخابات، كيف ترى أوضاع العراق وسط هذه الأزمات المتتالية؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حياك. هذا ما حضرنا عليه منذ بدء التظاهرات، أو نوهنا إلى أن هناك هو ستنشأ ما بين مطالب الجماهير والمتظاهرين في إصلاح أو في إعداد صيغة أخرى أو تعديل، وبين طبيعة الاهتمام للدولة العراقية التي تهتم بشأنها الخاص. لذلك أتوقع ستزداد هذه التظاهرات بزيادة تجاهل الحكومة إلى مطالب المتظاهرين وانشغالهم في مصالحهم وفي هذه العملية التي أخذت العراق جميعا. إذا الأمر سيستعقد أكثر وتصاعد التظاهرات مقابل تراجع حكومي واضح في إمكانية تحقيق أي شيء من المصالح أو أي شيء مما دعت إليه الحكومة أو دعت أن تقدمه للجماهير. من أجل ذلك معهد انتربرايز الأمريكي قال أن العراق ماض نحو الفوضى التي تشبه ما فوضى السودان، وتدهور في الأوضاع، وذلك بعد انتخابات مزورة ستفضي إلى برلمان مفكك. ما تعليقك على ما جاء في تقرير هذا الموقع المعهد؟ التقرير ويقرأ حالتنا وكأننا نحن الذي كتبناه. حقيقة الأمر نحن حذرنا من هذه الحالة وقلنا الفوضى التي شهدتها عملية الانتخابات والتزويرات وعملية عدو الفرز المهزلة ستزيد من ضبابية ومن تشويهات العملية السياسية، ستزيد من الاستئثار الأناني للمناصب الحكومية، ستقلل من طبيعة المقبولية الدولية حيال الحكومة القادمة، ستزيد من احتقان الشارع لأن الحكومة استهانت بمطالبه، وبالتالي نعم العراق على شفا هاوية كبرى إذا ما استمرت الحكومة بتنشغل في مصالحها بحجة إيجاد حكومة لكي تعبر المرحلة الراهنة، لأن عبور المرحلة الراهنة بهذه الآلية وبهذه الانتخابات وبهذه المهزلة هي تأكيد إلى حالة الانسيابية واللا توافق، وزد على ذلك هي حالة اللا توافق واللاثقة التي انتشرت بين القوى المشكلة لقمة هرم السلطة الحالية اللي هي مجموعة تسمى بين قوسين الشيعية. وبالتالي نعم أؤيد ما جاء في تقرير الأممي، ونحذر نحن العراقيين من هذا الشيء، وقد يأتي مستقبل العراق لحالة أسوأ بكثير مما نتصور. أفهم من كلامك دكتور قحطان أنك تتفق مع ما خلص إليه تقرير انتربرايز، والذي انتهى إلى القول بأنه لا حل في العراق مع بقاء هذه الأحزاب السياسية. بالتأكيد لا حل للعراق مع بقاء. لماذا؟ لأن أولا هذه الأحزاب مذهبية الانطلاقة أساسا وذات ارتباطات إقليمية أخرى خارجية، بس تفضل مصالح القوى الإقليمية على المصالح الداخلية. الشيء الثالث حالة الفساد التي نخرت جسم الدولة والتي أثقلت سلوكياتهم جميعا. الشيء الآخر هو الامتلاك الأحزاب إلى قوة عسكرية خاصة بها لا تنتمي إلى الدولة ولا ترتبط بها، ترتبط بإرادة أخرى خارجية. إذن فساد زاد قوة عسكرية، زاد انهيار عملية سياسية، زاد فقدان الثقة الجماهيرية. إذن كيف تستشرف عفوا دكتور قحطان مصير العراق مع تمسك هذه الطبقة السياسية الحاكمة وصراعها على الحكم في العراق؟ هل سيشهد العراق موجة جديدة أو ثورة كما قال معهد انتربرايز، ثورة جديدة ستتعمق هذه التظاهرات لأن تكون ثورة؟ نعم نتمنى ذلك حقيقة الأمر ونتوقع، طالما الحكومة استمرت بنهجها وطالما بقيت الخدمات غائبة عن عين وحاجة المواطن، الثورة الشعبية قد تأخذ مدى جديد إلى حد معين، قد يبدو بالعصيان، قد يبدو بعملية اللا طاعة العامة للمجتمع، علما ان المساله قد تبدو بمهلة ضعيفه باعتبار ان العراق الى حد معين يرتهن بإرادة المذهبيه والطائفيه، ولكن حتى
الإطار المذهبي الطائفي تراجع كثيرا، وأصبح المواطن يقتنع إلى أن الذي سرق العراق أولا من التبس لبوس الدين، وبالتالي أتوقع حتى الجانب الديني سيتراجع، التأثير الديني سيتراجع أمام ثورة شعبية، غليان الشعبي، قناعة شعبية بأن الحكومة العراقية تأخذ العراق إلى الهاوية، وبالتالي نؤيد فكرة أن يكون هناك حراك شعبي واسع يقترب إلى مفهوم الثورة. شكرا جزيلا لك من بغداد، أفيا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية.